أبو بكر مصطفى بعيرة من مواليد جردين ببنغازي سنة 41. نال بكالوريوس الاقتصاد في تخصص المحاسبة والإدارة من الجامعة الليبية قبل أن يتحول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على الماجستير في الإدارة الدولية من جامعة كاليفورنيا، ثم الدكتوراه في التنظيم والإدارة من جامعة ميزوري بمدينة كولومبيا. عمل أبو بكر مصطفى بعيرة أستاذاً لتدريس الإدارة والتنظيم بجامعة بنغازي ورئيساً لقسم إدارة الأعمال بالكلية، كما عمل أستاذاً في مجال الإدارة والتنظيم بالجامعة الأمريكية بنيجيريا. عين أبو بكر أستاذ إدارة الأعمال وعضو بلجنة الترقيات بجامعة السلطان قابوس بن سعيد، وعمل مديراً لإدارة التدريب والبحوث والتطوير بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية. فبروفيسور زائر بكلية الإدارة القطرية وتطوير القيادات العليا بالدوحة. سنة 1990 حاز على لقب رجل العام المهني في مجال التعليم العالي من مركز السير الذاتية الأمريكي بكارولينا الشمالية، كما كان اسمه ضمن قائمة 2000 من علماء العالم خلال القرن العشرين من المركز الدولي للسير الذاتية في المملكة المتحدة. أبو بكر مصطفى بعيرة قدم لمكتبة العلوم الإدارية العربية والدولية العديد من الكتب المتخصصة والكثير من الأبحاث القيمة في علم الإدارة، وكان المرشح الرسمي السابق لمجلس النواب لتولي رئاسة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية. أبو بكر بعيرة ترأس الجلسة الرسمية الأولى لاستلام السلطة لأول مجلس للنواب في ليبيا بعد ثورة 17 من فبراير في طبرق يونيو 2014.